إن أكيد بنسير للبرنامج الصيفي لأكاديمية الانفجار للفنون الجميلة في دورته الثانية تحت شعار صيفنا فن تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة. نعم، ويستهدف البرنامج مشاهدينا المجالس المجتمعية في الفجيرة مثل أوحلة وحبحب والسيجي، وبدأ ذلك في الخميس الماضي بمنطقة أوحلة واستمر ليوم الجمعة. إيش رأيكم نتابع معاكم هذا التقرير؟ سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية أطلقنا هذا الصف لدورته الثانية مبادرة صيفنا فن، واللي تستهدف وأهدافها أمور كثيرة صراحة، واللي هي اكتشاف المواهب الموجودة، صقلها بالعلم، الوصول إلى المناطق اللي تابعة لإمارة الفجيرة، منطقة أوحلة والسيجي وحبحب، التواصل أيضا مع أولياء الأمور لإطلاع أولياء الأمور على أهداف الأكاديمية، الشيء أيضا للتواصل مع الفئات العمرية اللي طلبت المدارس لملء وقت فراغهم خلال فترة الصيف اللي ما بيسافر منهم طبعا، وصقل مواهبهم واكتشاف المواهب اللي احنا ممكن خلال المبادرة نتعرف عليها وندعمها بتواصلهم إلى الأكاديمية. احنا طبعا المبادرة تصيف الفن لدورتها الثانية عملنا شيء مختلف، عندنا ورشة في الخط العربي، ورشة في التصوير، وورشة في التصوير الفوتوغرافي، وعندنا ايضا ورش في الموسيقى على آلات مختلفة. السنة هذه اللي بيطبق الورش هذه المدرسين، الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى الطلبة اللي بدوا معانا من بداية افتتاح الأكاديمية، اللي صار عندهم نوعا ما خبرة في التعامل في التخصص نفسه. المبادرة هاي تختص في الورش الفنية، أول يوم بتكون في ورش فنية للجمهور الحضور كله من طلاب المدارس والجميع يعني بشكل عام. الورش الفنية بتكون في الخط العربي والرسم والموسيقى والتصوير، وفي لهم جوائز طبعا بخصوص المسابقات، بتكون في مسابقات إن شاء الله وجوائز مالية إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله لغاية الحين الجمهور ما شاء الله جدا جيد، وفي ما شاء الله إقبال كبير حلو، ونحن السنة الماضية أساسا كنا بعد في المقر هذا، يعني كنا في مجلس أوحلة واتصلوا فينا تليفون، كانوا يبغوا يعني حابين بسرعة متى راح تسووا هذه المبادرة للمرة الثانية، والحمد لله رب العالمين توفقنا، وهذه السنة إن شاء الله دورتنا الثانية عندهم، وإن شاء الله المجالس الجاية إن شاء الله بإذن الله بتكون السيجي وحبحب. طبعا اليوم ابتدت فعاليات الصيف مع أكاديمية الفجيرة للفنون، وهي تنظمها على مدار يومين كل خميس وجمعة، ابتداء من مجلس أوحلة إلى مجلس السيجي ومجلس حبحب المجتمعي. والفعاليات متنوعة، بتكون بمشاركات الأكاديمية، وإن شاء الله يعني تنال استحسان الجميع، وتستقطب هي جميع الفئات المستهدفة من أطفال وكبار السن حتى والشباب.